بعض طرق المواصلات. طبعا هذا طريق ليس بطريق القطار، هذا ما يسمى بالتراموي أو التراموي. راح بعد قليل يمر من هنا اللي هو الباص، يقول الطلبة، وهذا هو ما شاء الله، هذا هو يمر التراموي ما شاء الله تبارك الله. طبعا كل تقريبا 15 دقيقة أو 20 دقيقة يمر من هال الموقع ما يسمى بالتراموي بين المدن، توقف في عدة محطات. هو الآن يعني موجود في مدينة الرباط وفي الدار البيضاء فقط، لأن طلبة الجامعات والموظفين والشركات والمؤسسات بين المدن، يعني يمتد تقريبا حوالي 30 إلى 40 كيلو داخل المدينة، وفي محطات كثيرة جدا. هذا هو الترامواي قادم، هذه المحطات، وهذا واقف الآن في هو في محطة. هذا هو الترامواي اللي يربط بين المحطات، طبعا رأسين من الأمام والخلف اللي هي كابينة القيادة، والآن كمان حيتوقف في هذه المحطة. هذا ليس بالقطار، هذا يسمى الترامواي.